هنا في ولاية سكيكدا وبأحد الأحياء السكنية. استقبلتنا فريدة التي قضت عامين سجناً بسبب تمويل الجماعات الإرهابية، رغم استفادتها فيما سبق من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. طلعنا احنا العائلة قاع أبي والأب تاعي والأم وأختي. أختي من الأمة، أختي الأخرى الصغيرة ما طلعتش حتى من بعد ذلك، بيش جابتها ماني الله يرحمها، هي بعت ليها أخويا قالها جيبيها. والأخ تاعي الصغير ربي يرحمه، أخويا الحقيقي من الأب والأم، وأخويا الأخر الكبير اللي بيناتنا عام أنا وياه. وطلعنا نجاب لي ربي في 96، طلعنا شغل بالسيف هكايا بالسيف، شغل كي بدات الحالة هكذا تخلط. والآخر شغل خويا هذاك الصغير كان هو اللي أدن في المسجد، قلت نجاهدوا في سبيل الله كما قالوا لهم كما دخلت. ما كنتش متحجبة، خويا هذا الصغير بدات تقتل ربي يرحمه، شغل سيف عليا باه ندير جلباب. بعد أنا ما كانتش عندي القناعة باه ندير الجلباب، ما عنديش قناعة، ماشي قناعة، ما عنديش قناعة باه ندير الجلباب. شرالي القماش قال لي بس تلبسي الجلباب. كانوا شغل ملتزمين من بكري خاوتي هادو الكبار، ملتزمين يصلوا